السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيتكم بحلوة زلابية، الطريقة المعتمدة عندي. كتجي ناجحة، كتجي مقرمشة ورطبة في نفس الوقت، وشاربة العسل بمقادير بسيطة متواجدة في كل بيت. جربوها أكيد اللي دقا يشكركم عليها. قوم معايا نتعرفوا على مراحل التحضير. اول مرحله نوجدوا العسل او الشراب اللي غادي نعسلوا به الزلابيه. غادي نحتاجوا جوج الكؤوس من سكر سنيده، نوضعهم في واحد الاناء. نضيفوا عليهم جوج الكؤوس من الماء، نضيفوا ملعقة كبيرة من عصير الحامض. من بعد نضيفوا 4 حبات من الهيل اللي كيعطي العسل واحد المذاق رائع. نوضعوا الإناء فوق النار متوسطة، من بعد ما يبدا يغلى مباشره نحسبوا ليه واحد 15 دقيقه وهو تيغلي. من بعد نطفيو عليه النار ونخليه حتى يبرد. بالنسبه للعجين نوضعوا واحد جوج الكؤوس ديال الدقيق الابيض في واحد الاناء، ونضيفوا عليهم نصف ملعقه صغيره ديال الملح. نضيفوا جوج ملاعق كبار ديال الياغورت. من بعد نضيفوا 4 ملاعق مايزينا او نشا. نضيفوا ملون طبيعي، من الافضل نضيفوا هذا الملون الطبيعي لانه كيعطينا واحد اللون جميل للزلابيه ديالنا. ونخلطوا هذه المكونات ونبداو نضيفوا الماء تدريجيا. وحنا كنخلطو حتى نحصلو على قوام الخليط بهذا الشكل، تقريبا تيكون بحال قوام الكيك. نغطيو الخليط ديالنا ونخليوه على الاقل واحد 3 ديال الساعات. ضروري نخليو هذه المده او اكثر باش تجينا ناجحه معنا الزلابيه. من بعد نوضعوا العسل من بعد ما برد، نوضعوه في واحد الاناء ونزولوا منه حبات الهيل.
من بعد ما مرات 3 ديال الساعات او اكثر ناخذ الخليط ونضيفوا عليه ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات ونخلطوا مزيان حتى تدخل الخميره في العجين. من بعد نوضع الخليط في واحد القرعة ديال الماء صغيرة اللي عملنا فيها ثقب في السدادة بهذه الطريقة. نعملوا الزيت تسخن في مقلاة على نار متوسطة. من بعد ما تسخن الزيت نبدأ نشكله في الزلابية بهذه الطريقة، الشكل المعروف ديال الزلابية. ونخليوها حتى تحمر من التحت ونقلبوها باش تحمر من الفوق. من بعد نغطسوها في العسل ونخليوها تشرب مزيان. من بعد نوضعها في صحن التقديم. ونستمروا بهذه الطريقة حتى نساليوا الخليط كامل. والزلابية المغربية هذه هي الطريقة البسيطة في التحضير ديالها، كتجي ناجحة تتجي شاربة العسل. نتمنى أنكم تجربوها، أكيد غادي تنجح معكم. وإلى فيديو قادم إن شاء الله.